حسبي الله عليك. شوف حد هون ها؟ يا ريال ما تشوف بناتي هني. انزين سير انت الحين بتشوف اخوك شو بيسوي فيهم اليوم. الو هماي لحقيني لحقيني يا هماي لحقيني، نصوري نصوري، الحراره ما تفجعنا والاكل ما يتم ببطنه. ها زين حيا صبري شويه طيب القلم والورقه. أمايا هالدواء بيخلي نصور ويقوم يلعب وياي. إن شاء الله خاش وقتين منه وبتشوف نصوري شرعت اليني يدوم يربى هالدواء وتعرف فايدته، مو بأنت تثق في كلامها. يني؟ يا الله انت شو مسوي بالبيت؟ بخلي ريحتي ما تشاهد. ابو ناصر لا تاخرني، خلني اودي الدواء حق نصوري وهو حار. ابويا لا تاخر مايا، خلها تعطي نصور الدواء اللي خبرتها يا الدواء. انا اريد اشوف نصور يوم يستوي شرات اليني. جني؟ هي دواء بعد ناوي تغشيه ببطن الولد، قلت لك بسير المستشفى وبشوف الطبيب المختص بدل لا تنشدي ربيعاتك ويطببن فيه. ابو ناصر الله يخليك لا تاخرني، هالمره الدواء مضمون من عند اهل الخبره، ما ادري كيف نسينا ماية وعلوم الامراض كلها عندها. أمي 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 تعالي شوفي نصوري يمكن الحين بيتحول يني. وأبويا وأبويا أنا اللي قتلت ولدي وأنا اللي ذبحته، أنا اللي ذبحته والله أنا اللي ذبحته. اهدي من ناصر اهدي من أجل صحتك أنتي. يا ويلي عليك يا ولادي، كنت بتموت ضحية وصفات الدواء دون الطبيب، يعني الحين ممكن تكون في إعداد الأموات. بس عاد تفكيني من الحسد، الله لا يبارك في الصوت، مو بس من الصياح والنواح، الله قدر علينا ونطب عسبت التدبين ولا تاخذين شور في الطب غير إشارة الدكاترة. بس نحن نبغى نطمن على ولدنا. أبوي يعني نصور ما استوي يني؟ شو عندك خاش ويهش عندي؟ أبغي أراويك اللي عينك ما تشوفها بروحها، ما تلاحظ وجهي لك من البياض؟ انت شو مسوي بوجهك غاديه ليت فسفوري؟ الله يخلي من اخترع الانترنت لقيت خلطات وكريمات ما صدقت اللي كتبوا عنها لين شفت وجهي. انت ما تحسين بغيتي تذبحين نصور بسبب الوصفات هاي اللي تتبعينها؟ حسبي الله عليك ونعم الوكيل، حسبي الله عليك. يا الله وابوي على وجهي احس انه بيحترق، يا ويلي على جمالك يا ام ناصر، وين اسير وين اودي وجهي من ربيعاتي؟ وين جمالك يا ساحرة الالباب؟ ولا يمكن ذهب مع الريح؟ يا جماعة ما يستوي حد يستخدم اي علاج بدال ما يسأل الطبيب المختص، حد يفهم حرمة المصون. شو خلطة بالصابون؟ الطب البديل له أسس وتعاليم ومدارس، وأن بعض الأعشاب الطبية الغير مدروسة قد تحتوي على مواد ضارة بالجسم. صيام مقبول.